الحكومة يا سيادة الأمين العام يا سيادة السكرتير العام، الحكومة مش هتقدر تعمل لوحدها حاجة. اسمع حضرتك، والله قلت لي وأنا فاهم. فأنا لازم أنبه وعلني وأمام حتى الصحافة وأقول قوافل التنوير ديت وأي جهد لازم يتعمل لازم يبقى فيه عدة قوة مجتمعية موجودة. قوة المجتمع المدني لازم تبقى ذراع من الأزرع. لازم اروح لجمعيات المجتمع المدني وجمعيات المدراء والشبان والملتقيات واتكلم معاهم. لازم اروح لنواب الشعب واشوف فين جماهيرك اللي انتخبتك عاطف بيه، فين جماهيرك اللي انتخبتك محمود بيه، تشوف منهم مين اللي مفروض يجي ويستفيد من هذه الكوكبه وهذه العقول المنيره. ده لازم يتضافر مع بعض. سيادة الأمين بعد اذن حضرتك عشان نقدر، وبعدين انا نفسي زي ما خططت كده الدكتور حاتم قال وخطط وبيقول ان احنا هننزل من الكرة والنجوع، وهو ده اللي المفروض نعمله. احنا عايزين ننشر ثقافة التنمير، ننشر ثقافة المواطنة. في حاجات لابد ان نؤكد عليها في وسط الاصوات اللي بتطلع، النشاز اللي بتطلع بتفرض علينا امور يعني بعتقد انها كانت بديهيات والان طرحت اسئلة بشكل غريب. هو المسلم يقول على المسيحي كافر ولا المسيحي يقول على المسلم كافر؟ بنخش اشكاليات عمرنا ما دخلناها كمصريين. المصريين عمرهم ايمانهم هادئ لانهم هم الذين اكتشفوا الاله قبل كل الحضارات وقبل كل الاديان وقبل كل الرسالات. المصري هو الذي اكتشف الاله، هو اللي قعد فكر كده وقال صحيح رمز دي رموز غريبة، هاتون والشمس والقمر وكل الحاجات دي كلها وإيزيس، لكن في النهاية هو اللي اكتشف فكرة الرب، فكرة القوة المسيطرة المهيمنة التي نلجأ إليها وتضعف. ده المصري. عشان كده إيمان المصري عمره ما كان إيمان متعصب، لأنه إيمان فطري من زمان، من آلاف السنين، وهو اكتشف حكاية الإله دي لوحده كده. فعمر ما كان عنده عصبية ولا تعصب. جاءت عليه اليهودية فتهود بعضه، وجاءت عليه المسيحية فتنصر بعضه، وجاء عليه الإسلام فتنصر معظمه فأسلم معظمه بهدوء شديد جدا دون عصبية. وطول عمر المصريين عايشين في التجانس ده، ودايما المكان يحصل ما يسمى باحداث الفتنه الطائفيه. انا كنت بطلع اقول في الاعلام وكنت هادئ جدا اقول لهم انا عمري ما اقلق على ان هذا النسيج حد يقدر يفتته، لانه نسيج صناعه بقالها الاف السنين. مش سهل كده عوامل عارضه تيجي تفتت هذا النسيج، مش سهل. ما عندناش حاجه اسمها فتنه طائفيه على فكره بجد. اللي بيحصل كل ده يعني المصريين لو انتوا فاكرين حتى ايام الثوره الاولى حصل احداث مرعبه ما بين المسلمين والمسيحيين. عندنا في الاليوبيه واحد رموا عليه كده جاز وولعه في حادثه طائفيه. ده لوحدها او الكنائس اللي ولعت اللي احنا كلنا شفناها اتحرقت. حادثه اقل من دي 10 مرات في بيروت، طائفه ضربت على طائفه نار، على اتوبيس طائفه نار، ولعت حرب 17 سنه. قعدت من 74 خلصت في اوائل التسعينات. عندنا ولعنا كنائس وولعنا بشر احياء. المصريين على طول بوعيهم لان نسيجهم قوي، الشواذ دول اللي عملوا الكلام ده بيحسوا ان هم بيدفعوهم لحريقه كبيره، لعنف هم مش متعودين عليه وعمرهم ما كانوا وصلاء في الحكايه دي، فيروح راجع خطوه ويقول لك انت مش بتاع الكلام.